المرة الجاية اوعدكم في الحلقة الجاية هنعمل مدينة سكنية. طبعا معانا خشب كتير جدا، هنعمل مدينة سكنية ضخمة للسكان هنا. العدد الـ30 دول انا هضعفه الحلقة الجاية، مفيش كلام، هضعف العدد ده وده وعد مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ رجعنا تاني فيديو جديد من لعبة تيمبر بورن، ده الفيديو رقم 3 في السلسلة بتاعتنا دي. كده اخر جزئية احنا وقفنا عندها، كان عندنا تحدي جامد جدا ان احنا نجمع حوالي 600 وود خشب، جمعنا 690، والجميل ان احنا بقى عندنا 1200 فود، ده رقم مرعب. اعتقد كده احنا معانا الاساس اللي خلينا نبني مدينة خرافية. انا وعدتكم في الفيديو اللي فات ان انا هبني هنا كده مدينة سكنية متكاملة جديدة خالص غير الجزء القديم ده، وده فعلا اول حاجة هبدأ انفذها لان عندي وود كتير والناس شغالة في الود ما شاء الله عليهم ما بيبطلوش. تاتش وود، فين الود؟ تاتش وود عشان اقعد على كرسي خشب. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن ما تنسوش اللايك العنيف وسبسكرايب ويلا بينا. طيب نعدي الكاس سماعات عشان الميوزك مرعبة رهيبة. اوكي بسم الله، السلالم احنا نسينا ولا ايه؟ ادي السلالم من هنا، نطلع سلالم من هنا كده اوكي، ومن هنا اعتقد خلينا سلالم من هنا وسلالم من هنا اوكي. يبقى احنا كده بنطلع للمكان ده ونبني الطريق بتاعنا من هنا اوكي، عظيم جدا. وهخليهم يشيلوا لي كل الشجر اللي فوق ده، انا مش عايزه اساسا، فانا هشيله ديستروي يعني، شيل يا باشا كل الكلام ده، مش عايز اي خشب هنا عشان عندنا مباني كتير. يلا رجاله ماشي اوكي. بيخلصوا الدنيا كلها، حلو. يلا يا عم خلصني الكلام ده، خليني قبل ما يخلص برضو ابص بصه سريعه كده على الدنيا اللي عندي. اعتقد محتاج محاصيل تانية ولا محتاج ناس تشتغل اكتر؟ ما اعتقدش انا محتاج محاصيل قوي يعني. ماشي بتوع الخشب الله ينور عليهم شغالين من حديد يعني. محتاج بيوت، محتاج بيوت، دول تخلص وابدا اقسم على مزاجي قوي. اوكي اول حاجه هعملها ان شاء الله هنزل باتنين من هنا، بس اعتقد محتاج اوقف علشان ما يبداوش شغل غير في اللي انا عايزهم يبداوا فيه الاول، فخليني اوقف ماشي، خلي ده كده المركز بتاعي. حلو اوكي، ده رقم واحد. في هنا برضو شجره ما اتشالتش، عايزين نشيلها. شيل يا عم الكلام ده، شيل الشجره دي ماشي. برضو قلنا نوقف، وحوالين ده الطريق بتاعه اوكي. خلينا نعمل طريق حوالين المكان ده اوكي، ادي المكان بتاعنا الجميل، ادي طريق حواليه، وبعد كده نبدا نقسم البيوت. ده رقم واحد. ده رقم اتنين، ننزل بالبيوت اوكي، ادي بيت اوكي، ادي بيت هنا هنا، ممكن نسيب مسافة وبيت كمان هنا. حلو، وممكن كمان نسيب نعمل هنا بيت اوكي، نسيب مسافة وننزل كمان بيت. حلو، ونعمل هنا بيت، نسيب مسافة وننزل بالبيت التاني، وهكذا من الناحية التانية ننزل بهنا البيت اوكي، نسيب مسافة وننزل بالبيت التاني اوكي. ده شيء عظيم، خليني ابني طرق للكلام ده. ادي الطرق عشان يقدروا يوصلوا ماشي اهو. طب هل هكتفي بالكلام ده؟ طبعا ده مش مدينة سكنية اللي في دماغكم، اكيد لا، اكيد مش هادي اللي انا بس هكتفي بيها. انا هقدر ان انا اوصل هنا كده، حلو، نعمل واحدة هنا واحدة واحدة اوكي، في كل مكان هنا انا هقفل المكان ده كده خالص.
حلو هنا كده. طبعا هنا مفيش عشان الشجرة محتاجة اشيلها، هنشيل الكلام ده اهو. حلو جدا. طب وايه الفايدة من الكلام ده؟ هنطلع بسلم هنا اهو، ماشي. ممكن من هنا ومن هنا، ادي سلم من هنا ونطلع بالسلالم. خليني اطلع له بسلم من هنا. عظيم. طيب هعمل ايه فوق؟ فوق هبني مباني تانية، مساكن تانية وهكذا. خليني بس الاول دي كده الرسمة الاولية خلينا نبدأ فيها، ايه المانع؟ بعد كده نطور فوقيها ونطور حواليها، هيبقى شكلها بإذن الله حاجة تانية خالص يا مسهل الحال. اوكي الناس دي شغالة في الخشب، الخشب الحمد لله ما بينقصش تقريبا، بس المجموعة دي هتنقص انا متأكد. يلا رجال، عايش عايش عايش. بصوا يا جماعة الباريز ديت كنت عاملها 300 بس، بقى فيه 700 وحاجة، انتوا متخيلين؟ المصنع ده اتملى، مش ممكن. الموارد مش طبيعية، الموارد مش طبيعية. انا هبني واحد كمان، هبني واحد كمان. حاجة مرعبة الصراحة. نبنيه ناحية القحط هنا كده، اعتقد مكان مش وحش. اوكي هنا كده مثلا، وايه المانع؟ ابني يا باشا. فين الطرق؟ شبكة طرق من حديد بعون الله. يلا بينا. عموما دي هتاخد كتير من الموارد، ولكن الخشب اكتر من الفود والكلام ده. ده راجل يعني مش لاقي حاجة اشتغل، مفيش بطاطا تقريبا. المية تمام، كل حاجة مليانة الحمد لله، فضل من الله. ماشي بيوت، انا دلوقتي عندي 33 وعامل بيوت تستوعب 52 ولسه. اوكي عاش يا رجاله، قوي عاش، قوي قوي قوي. ماشي بدأنا في المدينة السكنية بتاعتنا. محتاج دلوقتي ابني فعلا حاجة للطاقة الكهربائية بدون جدال وبدون نقاش. يعني انسب مكان ليها ده الصراحة، انسب مكان للمصانع دي. فهل استغنى عن كل المحاصيل دي؟ البلو بيري ده هو الصراحة بيجيب لي فود كتير، يعني انتوا متخيلين هنا بس في حوالي 1000 أو 700 وحاجة، فممتاز. وهنا برضو بينزل كتير جدا. ايه رأيكم؟ اشيروا علي. ايه تمام بقى، خلاص شغالين فيها ويخلصوها. ماشي اعتقد ان انا هنا محتاج مباني تانية، هنا ممكن احط بيوت تانية. في البيوت اللي اكتر من طابق، طب ما دي ممكن افتحها، ايه رأيكم؟ دي مثلا ب150، هات يا عم يلا. دي ابنيها ازاي؟ اوه السلم بتاعها لازم يبقى عالي قوي. ماشي يبقى شكلها جامد جدا، دي تبقى جامدة جدا، ولكن وقتها ولا مش وقتها؟ اعتقد مش وقتها بس هنعملها. خلوني برضو ادور اشوف احط فين الطاقة الكهربائية بتاعتي اللي انا عايز اعمل بيها المصانع الجديدة، المصانع اللي هتعمل الجيرز ديت. مهمة جدا دي، دي مهمة جدا والله. ممكن اعملها الناحية دي واخلص دماغي واريح نفسي، انا مش عارف ايه رأيكم. والمكان ده كله يبقى زراعة وخلاص على كده ويخلصنا. ماشي والله هي فعلا شكلها تيجي كده، بس محتاج بقى حاجة منطقية، يعني محتاج مطالع مخارج، الدنيا تبقى مظبوطة. اوكي وقفلي كده، او خلينا ماشيين على مهلنا. شيل الكلام ده، سوري شيل الزرع ده كده، عايزين طرق سالكة وما فيهاش مشاكل كده على طول. شيل الكلام ده علشان هبدأ اطلع بطريق من هنا يظبط الدنيا. ماشي وبرضه هعمل الاوتوبيل بتاعتي، بس هو ده كده المكان، انسب مكان. حلو يلا بينا. حلو دي انا هعمل مصانع هنا صح؟ صح. ايه المصانع اللي انا هعملها؟ هعمل بتاعت الجير من هنا، انا اوريدي كده فتحتها. ماشي فدي تتوصل بايه؟ مش عارف صراحة، خليهم يبنوا دي الاول.
هاي بيروتي، اشتغل هنا يا باشا. 10/10 كده، انا فتحت لها برضو طريق من الناحية دي علشان العمال تطلع من هنا، تطلع من هنا اي مكان. المية 400، الفود ما شاء الله طالعين مبيبطلش ما شاء الله. الخشب واقفين عند الليمت اللي هو الايه 600 700 والكلام ده، بس احنا شغالين بنبني كتير يعني مش واقفين. كل المكان ده اتبنى، بقى عندنا 40 يا جماعة، 40 واحد. مبسوط جدا الصراحة من النتيجة اللي عملها المجتمع اللي هنا فوق ده، وهو قريب جدا من المدينة الصراحة. يعني المدينة كده ايه، القحط جاي يا اهلا ولا يشغلني. ماشي، الناس شغالة بيد من حديد الصراحة. هنا المكان الصناعي، واحدة واحدة بقى كده. احنا عاوزين ايه؟ ايه المكان ده؟ لو انا جبت الجيرز دي من هنا. طيب خلينا الاول نوصل مواسير اللي هي بتربط ديت، علشان هتشوفوها. بسم الله، ديت من طرف واحد دي. ما ايه رايك نعملها من اربع اطراف؟ ايه المشكله؟ مش خشب كتير يعني. ديت تبقى كويس عشان ممكن اوصل من هنا، او ممكن من ثلاث اطراف بس كفايه. الطرف ده كده مش هيبقى واصل فيه حاجه. ماشي، يبقى كده احنا تمام. يلا دي، وبعد كده ماسوره من هنا. ماشي، وبعد كده اقدر انا احط الايه المبنى بتاعي. ماشي، دي بالميه مش محتاجه اي حاجه. يلا يا رجاله، وشها كده، هي كده من على صح كده يعني، فوق دي انا كده مظبوط كده. خلينا نشوف كده صح ولا غلط. مش عارف، المفروض يوضح لي وانا مبنيها، عشان مش طالبه ان انا يعني ايه الموضوع يبقى عايم كده. ماشي يا مسهل، هات لي دي هاي بيرتي، شوف هتشتغل ولا لا. يا مسهل يا رب تشتغل. حد اشتغل فيها؟ غير شغال فيها. اشتغلت. نايس. حلو جدا كده، زي الفل. طب انا لو لزقت واحده زي دي فيها هتشتغل؟ اعتقد هتشتغل ان هي بتكونكت كده، فاهمني؟ اوكي نايس. الجيرز بقى دي بتستخدم ازاي؟ بيحط بلانكس يطلع جيرز، حط 8 يطلع الواحدة بواحدة. حلو، اتبنت ما شاء الله ما شاء الله. ده انا بس اغمض عيني بلاقيهم بنوا الحاجة. الله ينور يا رجالة. واحد اشتغل فيها على طول. معايا 2 عطلين، محتاج دلوقتي ابني تانك مية ضخم عشان استوعب عدد المية. تانك المية الضخم ده هفتحه من هنا ب120 معايا، وهيحتاج 20 جير عشان ابنيه. يس اوكي، ننقنق فيه. ايه رأيكم نحطه في مكان ما قريب من المجموعة السكنية دي؟ ممكن نحط المية دي فين يا ولاد؟ فين يا ولاد؟ هنا كده مثلا يا ولاد. اعتقد بلاش، انا مش محتاج، عشان بس ايه، انا ناوي ابني حاجات الناحية دي. اعتقد هنا في الناحية الفاضية دي كده يبقى كويس. هيملوه هما؟ مش هيملوه، لا هما هيملوه مليون في المية، هيتملي يعني، انا متأكد. يلا بينا، يلا يا باشا اطلع لي بطريق جميل من هنا. طبعا انا هنا في حتة عايز استغل كل الطرق الممكنة، مش عايز اخسر طرق الصراحة. ما هي مدخلها من هنا. اوكي بقى، يعني مش لازم الصراحة. ماشي يا عم ماشي. طيب بما ان ده هيبقى كده مكان اللي بيسموه التصنيع يعني، فانا هحط تاني اماكن هنا عشان هما اكيد يحتاجوا خشب هنا. اوكي ماشي، خلينا نحطها في مكان اخر هنا في المابا. اقول لكم ايه، قطعوا لي الكلام ده. بسم الله، شيل لي الكلام ده. اوكي سوري، هات لي ده، شيل لي الكلام ده مش عايزه. وانزل لي الطريق من هنا، هنوصل طريق من هنا كده. يلا يا رجاله، عايش عايش. شيل شيل شيل، كسر كسر. لسه بايدك يا سيدي الناس. نحط بقى ايه المخزن ده على جنب هنا كده. يا سلام، جاي مرسوم والله، مرسومه.
عشان بس ما نتحمش المكان ده وكده كده هيتملي، مفيش كله بيتملي ما شاء الله. شوف الخشب اول ما فتحت المخازن بس. يا سلام، ده ايه ده؟ والله حط كمان واحد مخزن يا باشا، هات لي مخزن كمان هنا. يا سلام، مظبوطة مظبوطة. يلا يا بيه. طيب خلينا نستكمل المدينة الجميلة بتاعتنا دي. ماشي، قلنا ان احنا فتحنا البيوت الكبيرة اللي هي الدبل دي. خليني احط مثلا واحد هنا واحد هنا، ايه رأيكم؟ هتبقى عظمة. واحد هنا برضو، واحد هنا زي ما احنا عاملين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. طيب هنوصلهم ازاي بقى؟ واحدة واحدة، نبطأ كده الله يكرمك ونطلع بالايه؟ بسم الله، بالطريق بده هنا دي. ثانية واحدة، مش توصل فوق دي. ثانية واحدة يا جماعة، عشان دي مش توصل فوق. لا هتوصل البيت صح، ماشي هتوصل البيت مظبوط تمام، بس محتاج اشوف السلالم او اطلع السلالم دي ازاي. فواحدة واحدة معانا الله يبارك لكم، علشان لو غلطنا غلطة مش هيبقى ليها معنى الصراحة. ماشي، نوصل بقى البيوت دي ازاي؟ اعتقد بسلم من هنا. اوكي، طب ما هعمل ايه؟ اوكي محتاج دي اشيلها علشان اقدر اطلع بسلم من هنا، صح كده؟ كده صح. والشباب دي من هنا تقدر تتحرك. مش عارف والله، مش متأكد الصراحة. اعتقد هضطر افتح دي كمان 150. اعتقد دي هنا كده تقدر توصل للشباب من هنا. خلينا نشوف والله، يعني خلينا نبني وبعد كده نشوف ممكن نعمل ايه. ماشي اوكي، مدينة عظيمة ان شاء الله. اهو ادي بيت اتبنى وملوش مكان، لازم المخرج من هنا. فاعتقد هحتاج ان انا الدبل بقى ديت في المدينة كلها، اعتقد حوالين الاسوار دي كلها لازم دبل، لازم دبل علشان نقدر نعمل مداخل للبيوت دي. منطقي جدا بصراحة. ماشي، ودبل هنا كمان، حلو، ودبل هنا كمان. اوكي طيب السلالم ايه ده؟ دي ملهاش لازمة، دي تلعب بالغلط. يس، السلم ده هيوصل لحد فين؟ السلم ده واصل اوريدي، محتاج طرق بس. هنعمل طرق وماله. يلا يا باشا نعمل طريق هنا. ماشي اهو، لكل البيوت اللي موجودة بدون مشاكل ولا اي اندهاش. واو، هبني هنا بيت صغير. الاماكن دي ابني فيها بيوت صغيرة، اعتقد فكرة كويسة جدا. اهو هتعمل شكل حلو جدا، كل الاماكن اللي فيها فراغات هيبقى فيها بيوت. اه ده عشان سلم، فده المدخل، فقشطه منطقي. يلا بينا. واو، ايه رايكم يا جماعه؟ اعتقد منظر خرافي. بقى معايا 1030 يا جدعان خشب، انتوا متخيلين يا جماعه؟ بعد المكان بصوا، اوف واو. طب احط فين تاني يا جماعه؟ احط فين تاني خشب؟ مش عارف والله. وببني مباني مش طبيعيه. احط فين تاني خشب؟ دول شغالين طاقه، مفيش بعد كده خشب مش طبيعي. وادي المدينه السكنيه اللي انا وعدتكم بيها، ولسه في اماكن فاضيه. لو ايه ده بقى؟ ثواني بقى كده، لسه شغالين، لسه ما طلعوش، لسه ما طلعوش من تحت. خلصت الكلام ده يا جماعه، ما شاء الله خشب الصراحة مش مبطلين.
ما شاء الله يعني، ما شاء الله كل حاجة مقفولة. أنا محتاج أعمل مكان لتخزين الأخشاب، يعني أنا محتاج فعلا مكان كده لتخزين الأخشاب. عندي 57 بيكتروا بشكل مش طبيعي، أنا عامل بيوت تعيش 112 بقى عندي 57 يا جماعة. نايس. أوكي. يعني شب أوه عندي 16 واحد مش شغال. أنتوا متخيلين يا جماعة؟ 16 واحد مش شغال؟ ليه يا حبيبي؟ ليه الكلام ده؟ لا يا باشا استثمر الناس دي كلها، مش هينفع الكلام ده. نستثمر الناس دي كلها في ايه؟ هنا دي مزارع، هاتلي تعالى ابني لي قمح. فين القمح؟ هاتلي هنا قمح، ابني لي قمح هنا. المكان ده كده كله هبني قمح، والمكان ده كده كله برضو هبني قمح. من هنا كده اعتقد كل ده كده يبقى قمح، هيبقى مكان ممتاز جدا. كام بيت هنا بقى الهاوسنج، قصدي سوري بتاعه الفارم ديت. هات لي هنا مثلا، ينفع احطها جوه كده؟ مزنوق برضه هنا، مزنوق حظنا. ماشي احطها هنا، اعتقد هنا هتساعد الشباب في ايه بقى. هنا يعني شويه هنا وشويه هنا هيساعدوا اكيد. ماشي شغال والله. وهنا برضه هتبقى كويسه مش وحش، وهنا تبقى كويسه برضه جدا. خلاص حط هنا واحد وحط جنبيها كمان اتنين هنا يشتغلوا في كل الكلام ده، ودول هيشتغلوا برضه في كل الكلام ده. خليني ابني بقى مطاحن للقمح ده. القمح ده بيحتاج جريست ميل، ده بيطحن. اوكي بيحتاج باور، بيحتاج 60 باور، 60 باور. العجلة دي بتجيب 50 باور بس، محتاج انا 60. المطحن هنا، وممكن نوصل له بقى هنا بايه؟ بطاقة، بده اهو كده. اوكي ماشي، خليني احط ده هنا برضو، ما عنديش مشاكل. ونوصل منين بقى التوصيلات الكهربائية الجميلة دي؟ خلينا نوصل كده، وبعد كده نوصل كده ماشي صح كده علشان الطريق. وبعد كده بقى نجيب الماسورة الطويلة العادية بتاعتنا دي، وصل هنا وصل هنا. اوكي مخليني بالطريق هنا، اوصل طريق هنا منين؟ هنا كده، ثانية واحدة سوري. طريق من هنا هنا هنا، يوصل هنا ويوصل برضو من هنا لهنا. الشبلة هتطلع من هنا ماشي، والشبلة هتطلع من هنا ماشي. خلاص خليني ان انا اهد الطريق ده، هات لي اللي بيهد الطرق ده، مش صح لي كل الكلام ده هنا كده. يس واعمل لي الطاقة يلا على طول كده فيها، اربط على طول فيها، ما هي من الاتنين شغالة ماشي. وبالطريق برضو كده حاول الطريق ده ان انا اخليه يمشي جنب الحيط. يا جماعه انا عايز يمشي جنب الحيط الطريق ده من الاخر، يعني زهقني فشخ. يس ونربط في واحده دي كمان لو انا حابب، ودي فكره مش وحشه. هات لي هنا يلا ار، هتربط معاه حلو حلو جدا. يلا بينا طريق طريق يا جماعه الطريق ماشي. اقول لكم على حاجه كمان، ممكن من هنا كمان اعمل ويند ميل، طاقه رياح. انا قلت دي مكان ما اماكن مصانع، انا ما فيش مشاكل، انا المصانع من هنا يا باشا اهيت. طبعا من لازم ايه سوري نوصل كهرباء الاول من هنا. يلا يا باشا، والله كان نفسي احط واحده كمان جنبها بس ما فيش امكانيه. ممكن بقى اعمل واحده مثلا هنا كده، والله ممكن.
ماشي كده او كده. ماشي يلا بينا، ونوصل واحدة من هنا، ونوصل واحدة كده. لا مش كده، سوري سوري سوري، شيل دي. يس، يبقى مثلا واحدة كده ماشي، وبعد كده واحدة دايركت لهنا. الله عليك يا فنان، حلو الكلام زي الفل. ونعمل بقى الطريق بتاعنا الجميل. اعتقد مش كفاية برضو، حاسس ان المية بتقل بشكل رهيب، الاعداد عند الناس بتزيد بشكل مش طبيعي، والمية محتاج مية بشكل مش طبيعي. اقول لكم على حاجة هنا، يلا ابنيلي ابنيلي مية هنا، ما فيش وقت، فيش وقت، يلا على طول هنا، ما فيش كلام من ده، على طول هنا. واحد اوكي، واحد اتنين، فيش الكلام ده، يلا فيش وقت لأي حاجة. ده طبعا هاي بيوريتي يا جماعة، مفيش هزار فيه. يلا، ولازم احط له جنبيه التنكات بتاعته، تنكات كتير هنا مفيش مشاكل. يلا ادي واحد اتنين تلاتة، مش قوي يعني، ماشي اربعة مش مشكلة. يلا ادي اربع تنكات هنا، بلاش نقفل بقى خالص من هنا، خلينا هنا مثلا واحد اتنين تلات تنكات هنا كمان ماشي، وهنا تانك هنا وتانك هنا. يلا ايه تاني ايه تاني ايه تاني، يلا يا جماعه يلا يا جماعه يلا يلا، ميه 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 ميه. الميه بدات تزيد، الميه بدات تزيد، الحمد لله الحمد لله، اهو دي اشتغلت الحمد لله، مية مية الحمد لله زي الفل أوي دي، ودي اشتغلت كمان اه كده كده، يكون انتاج المية يا جماعة الحمد لله. اوه انقذت نفسي من موضوع مشكلة المية دي، مشكلة رهيبة. خسرت كتير من الخشب بس مش مشكلة. انا كنت خلاص بفنش مية يعني، ولكن خلينا، اوه المصانع هنا خلصانة يا جماعة بالشياكة، والكل شغال. عندي كام واحد عددي؟ عندي 485 واحد، بيزيدوا يعني، كل ما ابص لهم بيزيدوا. الميه بدات تعلى بشكل رهيب، انقذت نفسي في مشكله الميه، كنت هقع في كارثه كبيره، عملت هنا مكان رائع. طب ايه رايكم ممكن كمان اوصل شويه رياح هنا؟ والله فكره. هعمل شويه بتاعت رياح من هنا، هتبقى كويسه جدا. اوكي ده هنعمله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، هزود المصانع اللي هنا. انا وعدتكم نعمل منطقه صناعيه وعملتها، ولسه كمان هزود عليها، وادي المنطقه السكنيه اللي وعدتكم بيها، وادي برميل المياه الضخم جدا، وهنبدا نطحن القمح قريب جدا، شغالين فيه. الموارد عندي ما شاء الله، المياه طالعه في الفلانكات خلاص، خدت الرناقه وشرخت، عندي اعداد رهيبه محتاجه اكل كتير جدا. لازم في الفيديو اللي جاي مع تكمله المصانع دي ان انا اعمل منطقه زراعيه ثانيه تبقى ضخمه جدا، ممكن تبقى في المكان ده هشوف، او فوق في المكان ده، الحته دي كلها على طول بتبقى خضره طول السنه. هشوف هعملها فين. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.